الحقيقة في من يومين واحدة أعرفها، يعني مش أعرفها يعني، صديقة على الفيس كتبت بتقول عربيتي اتسرقت، يعني بوست ملون كده مكتوب فيه عربيتي اتسرقت. ففتحت التعليقات تحتها، فلقيت التعليقات تحتها قدر الله وما شاء فعل والحمد لله وجعل قد كده وربنا يعوضك، لكن في واحدة كاتبة بتقول ما تزعليش ربنا يعوضك عنها، ده انا ابني امبارح في محي الدين ابو العز، محي الدين ابو العز طلعوا عليه سرقة بالإكراه، خدوا منه الموتوسيكل بتاعه ولسه شاريهوله. انا قريت الجملة دي بالظبط، فانا استغربت جدا، يعني شاب ماشي بالموتوسيكل في محي الدين ابو العز وقفوه بلطجية خدوا منه الموتوسيكل بتاعه، إكراه، سرقة بالإكراه. لبعض الناس اللي زي مؤمن ممكن ما يعرفش فين محي الدين ابو العز. محي الدين ابو العز الحقيقة شارع، يعني هو عند نادي الصيد الأصلي. محي الدين ابو العز هو الوصل ما بين الدقي والمهندسين، يعني شارع جامعة الدول العربية. محي الدين ابو العز فيه مجموعة بنوك رهيبة زي سيتي بانك واتش اس بي سي والحاجات دي، وفي كمان اللي هي مقر محمد الأمين، البرج اللي فوق سيتي بانك ده. ومحي الدين ابو العز الحقيقة شارع كان ساكن فيه المرحوم الأستاذ محمود عبد العزيز الله يرحمه. فشارع من أول ما يبدأه، من أول البقال ده اللي هو السوبر ماركت اللي اسمه المشهور قوي في مصر ده، نسيت اسمه دلوقتي، من أوله خالص يعني من شارع التحرير لحد انتهائه في شارع جامعة الدول العربية، شارع مهم جدا وحيوي جدا. وفي حازم حسن، مقر إدارة حازم حسن القديمة بتاع المحاسبة المراجعة. يعني شارع انا لما كنت بعديه بالعربيه لازم تلاقي بوليس واقف والدنيا، ازاي حد ممكن يتسرق بالاكراه؟ انا مش مصدقها جوه شارع محي الدين ابو العز، ما اعرفش. لكن ده عدى امن وامان، يعني ما فيش امن وامان. انما فوجئت مصر كلها بمذبحه بشعه حصلت في الرحاب. انا الحقيقه تفاصيل المذبحه متعبة ومؤلمة ومش من عادتنا نقول حوادث السنة، لكن هنقرا الحادثة زي ما بتقولوا في الجرايد، يعني ما نعرفش تفاصيلها. الحادثة ان اب كبير عنده ولاد كبار قتلهم في الرحاب كده، قتلهم وهو اتقتل، وهو راجل عنده ولاد في اقتصاد سياسة واقتصاد، قتل العيال دي وفي فيلا في الرحاب. يعني تفاصيل بقى بتقول الصورة الأولى وأسماء الضحايا، مجزرة فيلا الرحاب بالقاهرة، حصلنا على صور وأسماء أفراد أسرة الرحاب اللي عثرت قوات الأمن عليهم مقتولين داخل الفيلا اللي ملكوهم. الأسرة مكونة من عماد سعد 65 سنة رجل أعمال، زوجته وفاء فوزي 43 سنة، ولاده بقى محمد 22 سنة، نورهان 20 سنة، عبد الرحمن 18 سنة، وتم نقل جثة الأسرة إلى مشرحة زينهم لمعرفة سبب الوفاة. مصدر أمني قال إن المعاينة الأولية أفادت بقيام الأب بقتل أولاده وزوجته بواسطة سلاحه الناري، وأشار إلى أن منافذ الفيلا سليمة ومغلق، وهو ما يؤكد عملية الانتحار. ده البوست. ليه بقى قتل؟ كشفت تحقيقات النيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة وإشراف أحمد حنفي المحامي العام عن مفاجآت كبيرة في حارس العثور على أسرة مقتولة داخل فيلا بالرحاب. وجاء بالمعاينة التي قام بها رئيس النيابة والمحامي العام أنه تم العثور على مخدة موجودة على وجه رجل الأعمال، كما أن خزينة السلاح الخاصة به ملقاة على الأرض. كما تبين من معاينة مسرح الجريمة أن دماء المجني عليهم اختلفت عن مكان وقوع الجثث. طيب بعض الناس بيقولوا اهي دي الفيلا في الرحاب يا جماعه، يعني في الرحاب ادي الفيلا، يعني ده بيتكلم على رجل واضح ان هو يعني من الاليت، من طبقه كويسه، او الرحاب دي مكان غالي جدا في مصر، وكمان مش في شقه، ده في فيلا. فانت بتتكلم في واحد مبسوط جدا جدا، يعني من الطبقه الغنيه في مصر. بعض الحاجات بتقول لا دي انه الراجل انا بقول بعض يا اخوانا، انا ما اعرفش، ما حدش يعرف،
ان الرجل ده تعرض لازمه نفسيه نتيجه ان هو افلس. سهل معقوله واحد يفلس يقتل ولاده ثلاثه ومراته ويقتل نفسه؟ انا ما اعرفش، انا ما عنديش، انا بس عشان انا بس اللي احنا قريناه ان بيقولوا ان الراجل يا جماعه، وعشان بس ما حدش ياخد الكلام يقول لك ده محمد، انا لا قلت ولا اعرف، لسه ما نعرفش، لان حادثه غامضه جدا. راجل غني ساكن في فيلا في الرحاب يقتل نفسه واولاده الثلاثه ومراته. طيب بيقولوا ان الراجل متعرض لازمه يعني ماليه، بيقولوا ازمه ماليه. فاذا كان ده صحيح، برضو بين قوسين ابوس ايديكم، اذا كان ده صحيح يعني مشكله، يعني اهو متهم بالنصب والاستيلاء على ملايين الجنيهات والنيابه تامر بتسريح تشريح الجثث، اهو مذبحه في الحي الهادي، انتحار رجل اعمال بعد قتله زوجته واطفاله الثلاثه والتحريات، هارب من احكام قضائيه تتهمه بالنصب والاستيلاء على ملايين الجنيهات والنيابه تامر بتشريح الجثث. ده برضو كلام بدائي، انه رجل اعمال في الساعات الاولى لانه بعد مروره بضائقه ماليه كبيره وتم تحرير، ده اللي بيقولوه يا اخوانا، ده الجرايد ده اليوم السابع، ان الراجل بيمر بضائقه ماليه كبيره وقتل ولاده وقتل نفسه وقتل مراته. فاذا كان رجل اعمال كبير كده والراجل ده يعني شاب يعني ما شاء الله عليه يعني، وابنه كبير وبنته كبيرة، إذا كان الراجل ده كما تقول اليوم السابع مر بضائقة مالية فقتل ولاده ومراته، فما بالك بالناس العادية؟ إذا كان برضو بين قوسين، إذا كان ده صحيح أن رجل أعمال كبير بالطريقة دي بيمر بضائقة مالية فينتحر ويقتل ولاده، فما بالك بالناس العادية؟ ده إذا كان ده صحيح. أنا عارف إن في ناس قاعدة، إذا كان ده صحيح المصريين قاعدين يعملوا إيه بقى؟ الموظف والموظفة والمدرس واللي على باب الله واللي فاتح ورشة، دول يعملوا إيه؟